أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ونصلي ونسلم على النبي المجتبى ورسول المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الرائعون المبدعون، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الخير خطانا وخطاكم. وحديثنا اليوم إليكم إن شاء الله تعالى عن المد وما يتعلق به من أحكام، فما هو المد وما هي حروفه وما هي أقسامه وما هو سببه وما هو مقداره، هذا كله ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحاضرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أما تعريف المد، فيعرف المد في اللغة بأنه المط والزيادة، ومنه قوله تعالى وإذا الأرض مدت، وقوله أيضا في سورة نوح ويمددكم بأموال وبنين، فمعنى الأولى أي يزيد في مساحتها، وإذا الأرض مدت أي زيد في مساحتها، ومعنى الآية الثانية أي ويزيدكم أموالا وبنين. وأما في الإصطلاح فيقصد بالمد إطالة الصوت بحرف من حروف المد، ويلحق أيضا به حروف اللين أيضا. لكن ما هي حروف المد وما هي حروف اللين؟ حروف المد ثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وتجمع في لفظ واي، ووردت جميعها بشروطها في لفظ واحد في القرآن الكريم، مثل نوحيها وردت في هذا اللفظ مجتمعة، حروف المد الثلاثة وردت مجتمعة في هذا اللفظ وأمثاله، مثل نوحيها. وأما حروف اللين فحرفان، هما الواو والياء الساكنان لكن المفتوح ما قبلهما. يقول الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وأما أقسام المد فينقسم المد إلى قسمين: أصلي ويسمى بالطبيعي لأن صاحب الطبيعة لا يزيده ولا ينقصه، وهذا يمد مقدار حركتين. وما المراد بالحركة؟ نقصد بالحركة زمن النطق بالحرف، وليس مقدار قبض الإصبع كما هو منتشر بين الكثير من كتب التجويد، فإن قبض مسألة قبض الإصبع وبسطها أمر لا يضبط مع مراتب القراءة التي هي التحقيق والحدر والتدوير. أما مسألة مقدار النطق بالحرف، فعندما أقول آ هذا يعتبر حركة، فإذا زدت مثلها آ آ، فعندما أنطق الحركتين مع بعض يصير الصوت آ آ وآ آ إذا شكلتهما، فهذا الذي يقصد به الحركة. فإذن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. قال الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو الفرعي، وسمي فرعيا لتفرعه من المد الطبيعي أو لتفرع جميع المدود منه سواء الطبيعي أو غيره، وهو المد الزائد على مقدار المد الطبيعي المتقدم لسبب من الأسباب كما سيأتي ذلك، أي هذه الأسباب عسى أن يكون قريبا. فإذا جاء بعد حرف، فإذا جاء
بعد حرف من حروف المد همز أو سكون نحو جاء أو الآن. لاحظ في الأول جاء بعد حرف المد همز، وفي الثاني جاء بعده سكون، لزم مده زيادة على المد الطبيعي. وقد أشار العلامة الجمزوري إلى المد الفرعي وأسبابه بقوله في تحفته: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مستلى. إذن أسباب المد الفرعي هي الهمز والسكون. فأما الهمز فسبب لثلاثة أنواع منه، وهي المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد البدل. فإن تقدم الهمز على حرف المد فهو مد البدل نحو آمنا، وإن تأخر عنه أي الهمز تأخر عن حرف المد وكان المد والهمز كان حرف المد كان حرف المد والهمز في كلمة واحدة فهذا يسمى واجبا متصلا. فإن كان حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى فهذا يسمى مدا جائزا طبيعيا. فمثال الأول إذا جاء حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة مثل قوله تعالى: ما شاء الله، شاء الله، اجتمع الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة. أما مثال الثاني وهو أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى نحو قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، فهنا جاء حرف المد في كلمة وجاء الهمز في كلمة أخرى، وبهذا يكون هذا المد مدا جائزا وهو غير المد الواجب المتصل. وسمي المد الواجب بهذا أي سمي مدا واجبا لأنه يجب مده عند جميع القراء، ويمد من 4 إلى 5 حركات، فإن كان للوقف عليه يشبع إلى 6 حركات. وأما المد الجائز فسمي بهذا لأنه يجوز مده ويجوز قصره ولم يتفق القراء على مده، ويمد في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من 4 إلى 5 حركات أيضا. أما مد البدل فسمي بهذا لأنه يتم فيه إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. أصل حرف أو أصل مد البدل أن يأتي همزتان أو همزان، فيبدل أو تبدل الهمزة الأخيرة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، ويمد مقدار حركتين في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. ومن الأهمية هنا أن أنبه على خطأ يكثر عند كثير من الطلاب فيما يختص بمد البدل، وهو أنهم يظنون أن مد البدل لا يكون إلا في لفظ آمنا وآدم ونحوها، أي عند الفتح والنصب فقط. أما عند الواو وعند الكسر فإن كثيرا من الطلاب يعتقد أنه لا يكون فيه مد بدل، والصواب أن لفظ مثلا إيمانا هذا أيضا فيه مد بدل، وكذلك لفظ أوتو ونحوه هذا أيضا فيه مد بدل. وأما السكون، الآن تعرفنا على السبب الأول للمد وهو الهمز، أما أن يكون السكون سببا للمد فالسكون سبب لنوعين من المد ولا يكون إلا بعد حرف المد دائما. نحن عرفنا أن الهمز سبب للمد لكنه قد يأتي بعد حرف المد وقد يأتي قبل حرف المد، أما السكون فلا يكون إلا بعد حرف المد دائما. والنوعان هما المد اللازم والمد العارض، فهذان المدان سببهما السكون. فأما المد اللازم فله نوعان أيضا، وكلا النوعين لهما قسمان. أما النوعان فهو المد اللازم الكلمي
والثاني المد اللازم الحرفي. ثم المد اللازم الكلمي له قسمان، مثقل ومخفف. والقسم الآخر أيضا المد اللازم الحرفي له قسمان، مخفف وأيضا مثقل. وفي هذا يقول الإمام الجمزوري: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. أما المد اللازم الكلمي فهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة، نحو الحاقة، الطامة، الصاخة، فهذه الألفاظ وأمثالها ورد فيها بعد حرف المد حرف مشدد، فيكون الحكم مد لازم كلمي مثقل. وأما الكلمي المخفف فهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في كلمة واحدة، نحو قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل. وهناك مد شبيه به وهو مد الفرق، وذلك في قوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، وسمي بهذا الاسم لأنه يفرق بين الخبر والاستفهام. أما المد الحرفي فينقسم، المد اللازم الحرفي فينقسم إلى قسمين أيضا، مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. فأما المثقل فهو أن يأتي حرف المد من الحروف المقطعة هجاؤه، يعني عندما ننطقه هجاؤه يتكون من ثلاثة أحرف، الحرف الأوسط منها حرف مد مع إدغام الحرف الأخير من هجائه في الذي يليه، نحو قوله تعالى ألف لام ميم. فلاحظ أن حرف اللام يتألف هجاؤه من ثلاثة حروف، لام، لام وألف وميم، والحرف الأوسط منه حرف مد. فهذا الحرف إذا كان هذا الهجاء إذا كان الحرف الأخير منه مدغم في غيره ألف لام ميم، لاحظ أن الميم من لفظ لام مدغم في الهجاء أو في الميم من هجاء ميم، فهنا يكون الحكم مد لازم حرفي مثقل. وأما المد الحرفي المخفف فهو ألا يدغم في غيره، ومقدار هذا المد ست حركات سواء اللازم أو المخفف. فالمخفف نحو الحروف المبتدئة بها بعض السور مثل صاد، مثل قاف، نون، فهذه كلها فيها المد حرفي مخفف. كذلك ألف لام ميم، الحرف الميم هنا المد فيه مد حرفي مخفف. هذا فيما يتعلق بالمد الذي سببه السكون اللازم طبعا. أما السكون العارض فهناك مد سببه السكون، لكن هذا السكون ليس بأصلي ولازم وإنما سكون عارض. فأما المد الذي بسبب السكون العارض فهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن للوقف عليه، نحو نستعين، لاحظ أن الياء حرف مد وجاء بعده حرف متأخر، هذا الحرف المتأخر وهو النون عليه سكون، والسكون هنا عارض لأن أصل النون هذا عليه ضم. فإذا أردت أن تصل هذه الآية بالتي تليها تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، لكن إذا أردت أن تقف على لفظ نستعين فإنك تقول نستعين وتسكن النون، والسكون هنا عارض وليس بأصلي. وهذا يجوز في مده التوسط والطول والقصر، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما الطبيعي، ويجوز إياك نعبد وإياك نستعين زيادة على المد الطبيعي، ويجوز إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو المقصود بالطول. ومثله أيضا مد العوض، فإن السكون فيه عارض، نحو وكان الله غفورا رحيما،
فالألف من رحيمة الأصل أنها متحركة بسكون، ولكن وضع عليها متحركة عفوا بنصب، لكن وضع عليها السكون وذلك بسبب الوقف عليها. فالسكون الموجود على الألف من لفظ رحيمة عارض وليس بلازم ولا ثابت، ويمد هنا مقدار حركتين لأنه من ملحقات المد الطبيعي. بقي في هذا المقام أن نتعرف على مدين يكثر وجودهما في القرآن الكريم، وهما مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. ويعرف مد الصلة بأنه عبارة عن هاء الضمير المفرد الغائب المضمومة أو المكسورة، فإذا وقعت بين متحركين الهاء المكسورة هاء الضمير الغائب المفرد إذا وقعت مكسورة أو مضمومة بين حرفين متحركين فإن هذا يسمى مد صلة. إذن يتبين من خلال التعريف أن مد الصلة له شروط. الأول أن يكون الضمير للغائب المفرد المذكر، وأما الشرط الثاني أن يكون الضمير وهو الهاء متحركا. أما الشرط الثالث أن يكون ما قبله متحركا وكذلك الذي بعده متحرك. فإذا كان الحرف الذي بعده غير الهمز، أي إذا كان ضمير الغائب المفرد المذكر جاء الحرف الذي بعده همز، فهذا يمد مد صلة كبرى. فإن كان أي حرف غير الهمز فإنه يمد مد صلة صغرى ويمد بمقدار حركتين. أما الأول مد الصلة الكبرى فإنه يلحق بالمد الجائز المنفصل، وأما مد الصلة الصغرى فيلحق بالمد الطبيعي نحو قول الله عز وجل إنه على رجعه لقادر. لاحظ الهاء في إنه جاء هنا مضموما وجاء الحرف الذي قبله وهو النون متحركا بالضم، وجاء الحرف الذي بعده متحرك أيضا بالفتح. إنه على رجعه لقادر، أما لفظ رجعه لقادر جاء الهاء مكسورا وما قبله متحرك بكسر، وجاء الذي بعده متحرك بفتح. كذلك أيضا قالت كأنه هو، فهذا أيضا فيها مد صلة صغرى. ويستثنى من هذا قول الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم، فهنا الهاء جاء متحركا وبين حرفين متحركين الضاد متحرك بفتح، وأيضا الحرف الذي يليه وهو اللام متحرك بفتح أيضا، ومع ذلك لم يمد هنا مد صلة لأن هذه مستثنات من القاعدة، فقد انطبقت جميع الشروط ومع ذلك لم نمد هذا الهاء لأن القراءة سنة متبعة. أما إذا كان الحرف بعد هاء الضمير همزة فإنه يمد من 4 إلى 5 حركات لأنه من ملحقات المد الجائز المنفصل كما تقدم قبل قليل. ومثاله قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهكذا نتعرف. إذن أتعرفنا إذن عن أحكام المد في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.